الأمهات ليه هم البطلات في حياتنا؟ مش بس لأنهم السند في حياة أولادهم، لكن علشان هم البطل الخفي ورا كل بطل وبطولة. ولكل بطلة من الأمهات عملنا برنامجنا ده البطولة أمهات. بطل يعني سهر، يعني تعب، يعني مجهود كبير ليل ونهار. يعني كل يوم احنا في النادي بنعمل حاجات كتير وبنجهز لحاجات كتير، بس مش البطل اللي بيجهزها، الأم العظيمة هي اللي بتجهزها. ومعانا النهاردة حلقة جديدة من حلقات برنامجنا البطولة أمهات، وبطلة جديدة هنقابلها النهاردة معانا الأستاذة صفاء مصطفى محمد. عرفينا ايه المعاناة اللي بتعانيها كل يوم مع بنوتك، وبنوتك في فريق ايه، وبتقابلي ايه كل يوم؟ هي بنتي اسمها جانا محمد فتوح في فريق 2005، والدلع جوجو، معروفة في جوجو في النادي. والمعاناة كبيرة، انت بتجهزي بقى بطلة، يعني بتجهزيها معنويا ونفسيا وكل حاجة، وعلى اساس انها تبقى جاية ان هي كيان من نادي الاهلي، فلازم تبقى جاهزة ان هي تلعب وتبقى مبسوطة وتستمتع بلعبتها. الدراسة بتعدي عليكي ازاي؟ مرحلة صعبة جدا جدا على كل بطل، بس اللي هو كل اللي احنا بنعمله، اللي احنا بنحاول نجهزها ان هي تحاول تبقى تنظم وقتها، يبقى الوقت بتاعها منظم. في الدراسة بتخلص بيجي الباص يجيبها، تروح النادي، بيبقى كل وقتها منظم، وده برضو بيخلي عندهم ان هم يبقوا ملتزمين واصرار وعزيمة على اساس يبقوا حاجة، هم بيبقوا حابين كمان ان هي تبقى بطلة وتلعب وتبقى حاجة من كيان الاهل. جوجو بتذاكر امتى وسط التمرينات اللي عندها كل يوم والمجهود اللي بتبذله؟ بتذاكر امتى وازاي، ودورك معاها بيكون ايه؟ والله هو مجهود غير عادي، مش قادرة اقول لك، بس هي جوجو بتذاكر، المذاكرة بتاعتها بتبقى من خلال لما هي جاية وهي رايحة النادي، بيجي الباص يجيبها وهي رايحة بقى النادي، في الوقت دوت هي بتذاكر حاجات عندها. غير كده ان هي لما بتروح بيبقى متأخر، فبتذاكر من الساعة 5 الصبح، الوقت اللي قبل المدرسة، هو ده الوقت اللي بيبقى لازم، الوقت ده اللي تقدر تذاكر فيه، لكن غير كده ما بتقدرش. بنحاول نلم المنهج على قد ما نقدر، وبيبقى فيه بعد البطولات بيبقى فيه وقت اجازه، ده انت بتاخدي الخلاصه بقى فيه. علشان تعدي بطله لازم يكون فيه اكل صحيح وسليم، بتعملي ايه عشان توفري لها الاكل ده؟ يعني يومك بيبدا ازاي الصبح؟ بتجهزي لها افطارها؟ بتتابعي مع دكتور اغذيه؟ كلمينا عن الموضوع ده. ماشي، اوكي. هو لازم تتابعي مع دكتور اغذيه عشان تقدري تعملي بنيان جسدك سليم، يعني تبقى قويه وتقدر تلعب وتجري. فانا ببدا معاها من الصبح، لازم تفطر كويس ويبقى فيه بروتين وكالسيوم ونشويات، فبحاول اظبط ده كله مع الدكتور، ان هي بتفطر كويس، لبن وبيض، وتتغدى لازم بروتين، نشويات عشان يديها طاقه في التمرين، بعد التمرين بيبقى لازم في فاكهه على اساس وبروتين على اساس يعوض العضله، بيبقى مجهود غير عادي عشان تقدري تنمي بطله وقويه وكويسه. احنا عندنا قاعده كبيره جدا من الناشئات، الناشئات عندنا بيبتدوا من مواليد 2004 لغايه 2011، وطبعا بتختلف التدريبات، بتختلف القطاع التعليمي الصغير اللي هو الميني هاندبول، غير القطاع الناشئات اللي هي 2004 الف وب، ودي اول مره يعملها الاهلي السنه دي، وكان الحمد لله كده عشان يحافظ على اولاده في مرحله الضم، و2006 دول المرحله الكبيره، والناشئين بقى الميني من 7 و8 و9 و10، وبنجهز ان شاء الله تجهيزي للسنه الجايه 11، ونتعشم ان شاء الله ان احنا نطلع للدرجه الاولى سيدات باذن الله، ناشئات تحمل اسم النادي الاهلي لعشر سنين قدام. هي الناشئات طبعا غير القطاع التعليمي الصغير اللي هو الميني، الناشئات بتبقى شويه انت لازم تصاحب البنات، يعني انا لازم ابقى ام ليهم، يحسوا ان انا ام ليهم، لان ده سن مرحله خطر، يعني مرحله خطر، وسن الشباب بتاعهم خلاص بقى ان انا كبرت واعتمد على نفسي وما حد، لكن بص هو نفسيا لازم تتعامل معاهم نفسيا في السن ده كويس قوي. لو لميت البنت في المرحله دي واعتبرت ان المثل الاعلى بتاعها
المدرب بتاعها، المسؤول عنها، الاداريه اللي معاها، بتتعامل معاها باخوه وبنوه دي بنتي، فهتديني كل اللي هي اللي انا عايزاه. الى جانب بقى ايه، نقسى شويه، امتى نقسى وامتى ما نقساش، دي بقى يعني شويه مع البنات غير الولاد، لان البنت بطبعها غير الولد في التكوين العمري بتاعها، نموها بقى لما تتعامل معاها في النمو بتاعها، تتعامل معاها في نفسيتها، تتعامل معاها في دراستها، كل الحاجات دي اجتماعيا لو عندها مشكله بتعرف تحلها لها، كل ده يقربك من البنت وبالتالي تاخد منها اللي انت عايزه. والحمد لله النتائج باينه ان احنا عرفنا ناخد الحته دي. القطاع التعليمي بقى الصغير، الولاد دول لسه بيبتدوا، لازم تحببهم، تحببهم في اللعبه، تحببهم في انتمائهم للنادي بتاعهم، الفانيلا بتاعتهم. كل ما تدي للسن الصغير ده انتماء اكتر، الولاد بيفرحوا بيه جدا. كل ما تقول له انت اللي هتحمل فانيلة النادي الاهلي، انت المستقبل، انت اللي بكره تكبر وتبقى اللعيب اللي هيمثل مصر من النادي الاهلي، البنت بتعيش حاجه ثانيه خالص. فبتاخدها على قد المرحله السنيه بتاعتها الصغيره، وبتبتدي تتعامل معاها مرحله النضج بتاعها، زي ما هو نضج حركي في الملعب هو نضج برضه فكري بره الملعب، فالاثنين لما بيتربطوا مع بعض بيطلع ناشئ سليم. طبعا بتتعبي، وكل يوم في الحر وفي البرد وفي الشتاء والصيف بتقابلي صعوبات بتواجهك بره البيت لحد ما بتوصلي بيها للنادي، ولما بتوصلي بيها النادي ازاي بتواجهي الصعوبات دي والاوقات دي بتعدي عليكي ازاي؟ والله صعوبات كتيره كتيره فما تخيلي، بيبقى مطر ورعد وبرد وبنلعب وبننزل وبنروح، والطريق بيبقى صعب جدا، الشتاء بيبقى الجو برد جدا، ورغم كده بيلعبوا لان هما بيحبوا الاهلي وبيحبوا كيان الاهلي وهما بيحبوا الهاندبول. يعني انت عشان تعملي بطله انا بتكلم على لعبه بنتي ان هي بتحب الهاندبول، عشان تعملي بطله لازم تعملي كل المراحل دي، بنتعب جدا، البرد بيبقى برد قارس واحنا بنتفرج على التمارين، الحر بيبقى حر شديد جدا وبنسمر وبشرتنا بتبوظ جدا. يعني بس كده. يعني قولي لي انت ازاي كأم لبطله بتواجهي مشاكلها بقى وهي بتكبر معاكي، مرحله التينيجرز، عشان انا شايفه ما شاء الله ان هم بنات في المرحله دي، عدت معاكي ازاي؟ العلاقه بينكوا شكلها ايه انت وجوجو؟ هل هي الرياضه مأثره فيها وتعبك ده لاقي له صدى معاها فعلا؟ هو اولا العلاقه لازم تبقي انت وهي صحاب، مش ام وبنتها، لان عشان تبقى صاحبتك عشان تقول لك ايه اللي مضايقها، هي امتى تعبانه، هي امتى مش في المود ده، ان هي مش عايزه تلعب النهارده، ازاي بتدعميها، ازاي بتديها حافز انها تلعب وتبقى كويسه، ده كله بيبقى مجهود. لأن انا ببقى اصحاب انا وهي بنتكلم، لو هي مش عايزه النهارده مثلا التمرين لا بديها حافز ان بعد التمرين هنعمل حاجه انت بتحبيها. لازم تبقوا صحاب عشان اقدر افهمها، اقعد اتكلم معاها، اشوف مشاكلها في النادي، مشاكلها مع البنات، بحاول اقلمها لكل ده من خلال اللي انا صاحبتها مش امها، لان انا صاحبتها فاهمه وافهم سنها. انا اسمي جانا محمد فتوح وبلعب هاندبول في نادي الاهلي بقالي 8 سنين، وبحب اوجه كلمه لمامتي اقول لها شكرا جدا على تعبك معايا وعلى السنين اللي انت جريتي فيها ورايا دي كتير، وشكرا جدا وانا بحبك قوي. احنا عندنا اللي بنسجل المجموعه اللي احنا بنسجلها السنه دي، هنسجل 24 في كل فرقه، 24 بتهتم بيهم زي بعضيهم، اكيد في فروق فرديه بتحصل بين البنات وبعضها، لكن في الاخر بنوصل ان احنا بناخد اكبر قدر من البنات دي على مقاييس جسمانيه معينه. البنت بتشتغل معانا فتره طويله جدا، بعد اكتر من 4 5 6 7 سنين البنت بتقعدها، وضع طبيعي انت هتعرف تقدر بالخبره بتاعتك الفتره اللي فاتت دي، الى جانب شويه قياسات بنعملها لهم نعرف مين اللي هيستمر معانا ومين مش هيستمر، والحمد لله اللي بيستمر. يعني انا السنه دي اتعمل منتخب منطقه القاهره من الف وب، منتخبين لمنطقه القاهره مواليد 2004 2005، الحمد لله النادي الاهلي رشح 31 بنت، تاخد منهم 27 بنت المنتخبين، حاجه يعني تقول ان النادي الاهلي ماشي صح. ولي الامر ده يعني ولي الامر بالذات كمان يعني غلبانه معانا، هي البنت هي اللي بتودي وهي اللي بتجيب من المدرسه وبتاكل وبتشرب، هم تعبانين معانا اكيد،
واحنا يمكن هم بيساعدونا واحنا بنساعدهم لما بيلاقوا ان البنت بنتهم تنجح، بنتهم بتاخد ميدالية، بنتهم بتاخد مركز اول، فبيبتدي شد وجذب الاول، وبعد كده اقول لك خلاص بقى طالما البنت جابت نتيجة. لا، اولياء الامور طبعا عليهم دور كبير جدا، واحنا بنشكرهم لانهم بيتعبوا، ولولا الولي الامر اللي بيجيب البنت، البنت مش هتيجي طبيعي والسن صغير كمان. فاحنا بنقول لهم متشكرين ان انتم بتتعبوا معانا، واحنا بنتعب مع بناتكم، في الاخر الميداليه بتنسينا كلنا التعب. ولي الامر لو فاهم الرياضه صح هيبقى له دور كبير جدا في النجاح، لو فاهم الرياضه غلط انه يتدخل في كل حاجه ويتدخل فنيات ويتكلم ومين لعب ومين ما لعبش. لكن لو ساب البنت لطبيعتها مع القياده اللي موجوده وبقى في ثقه بينهم وبين بعض، هيبقى عامل مساعد اول بالنسبه لل، مش هيبقى عبء. لكن اللي بيتدخل بقى وكده هو ده اللي بيبقى عيب. لكن يعني بسم الله ما شاء الله الناس ابتدت تتفاهم، والناس دلوقتي وعت عن الاول كتير قوي، ولا الحمد لله يعني ابتدوا يبقوا هم فعلا عنصر اساسي مساعد لينا. انا ابني 2007 بيلعب فولي في فريق 13. لا طبعا ما كانش فيه خالص لغايه لما مع التمرينات كل يوم كل يوم، طبعا جاب نتيجه كبيره اكيد. هو اختار كل الالعاب، دخل كل الالعاب في النادي، دخل ووتر بولو، باسكت، كره يد، كله. هو حب اللعبه الوحيده اللي حبها الفولي. يعني جه بص عليهم واصحابه وكده، بدا بقى ان هو ينزل وحبب ان هو يدخل معاهم. اللعبه الجماعيه الوحيده بصراحه اللي حبها. لا دي مأساة، دي مأساة كبيرة. احنا 24 ساعة في الشارع، احنا بنخلص المدرسة نطلع من المدرسة على النادي عشان عندنا تمرين، لو عندنا دروس، لو عندنا مذاكرة، فحياتنا كلها في الشارع الحمد لله. لا طبعا بالتشجيع، وهنا الكابتن بصراحة مش سايبهم خالص، بيقعد يتكلم معاهم ولازم تبقوا أحسن، لازم تبقوا كذا، يعني بنحاول نخليه يبقى مستعد لده. لا الاثنين مع بعض صعب جدا طبعا، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر. الرياضة مهمة جدا بالنسبة لي انا شخصيا، حابة ابني ان هو مع المذاكرة مع كده يطلع برضو ان هو بيلعب، يعني يبقى فيه نوع من انواع الرياضة. فبصي انا عايزة اقولك، بنخلص المدرسة بنرجع على التمرين. بصي انا بشتغل معاه في المدرسة، انا اصلا مدرسة بشتغل معاه في المدرسة، بنطلع من المدرسة بنخلص يا دوبك نيجي النادي، يا دوبك ببقى حتى الأكل ببقى محضرة معايا من الصبح، بنيجي ياكل يا دوبك وينزل التمرين، يخلص التمرين بروح. ساعات ممكن واحنا ماشيين في الطريق بيبقى خلاص عايز ينام، احنا ممكن نخلص الهوم ورك بتاعنا واحنا ماشيين في العربية، ممكن نقعد نتكلم مع بعض كده انا وهو، ننشط شوية لغاية ما يروح عشان يفضل صاحي واعرف اواصل ان هو يكمل مذاكرته في البيت. لا خالص احنا ما ممكن ما مش مهتمين بكل ده، غير ان احنا يا دوبك من البيت للنادي ومن النادي للبيت. لا خالص، بصي هو ما دام حابب ده فانا حابه ان انا اساعده على ده، ربنا يكرمه ويمكن يطلع حاجه حلوه. ان شاء الله. هو ابتدى وهو عنده 5 سنين، بس ما كناش في النادي هنا، بس احنا طبعا اعضاء من زمان يعني، فما مش مقتنعين باي رياضه، والعيله عندنا كلها مش مقتنعين رياضه، يعني اهلي فلازم، فجينا الاهلي طبعا. فرق كبير بقى يعني، التمارين ابتدينا 5 ساعات و6 ساعات وكده، وبعدين هو حس بقى ان هو لا يعني فخور قوي ان هو بقى لا في الاهلي يعني. بس طبعا لا يعني ساعات بقى بيبقى عندنا تمارين في مدينه نصر عشان يتعودوا على ملعب تاني مثلا، واحنا ساكنين في اخر الشيخ زايد، فبيبقى يومنا حلو شويه يعني. هو لعب كل الالعاب، وبعدين انا اخوه كبير في فيرست تيم باسكت، فبعد كده هو لما قلت خلاص هيلعب باسكت زي اخوه، ف لا لقيته رافض تماما يعني بعد اول تمرينتين ثلاثه، واختار الفولي، حبه جدا ومكمل فيه. لا في امهات كتير بتشتغل ولادها بتلعب رياضه، بس انا كان عندي يعني ظروف خلتني ان انا لا فضلت اقعد في البيت. هو نظام التعليم بتاعه شويه مختلف، هو شهاده فرنسيه باك فرنسي، فاحنا بيبقى في الشغل الاكتر بيبقى في المدرسه، بيبقى الواجبات حاجه بسيطه في السن ده. فانا بروح المدرسه الساعه 3، بيخرج باخده بيتغدى في العربيه،
وبنعمل بنروح التمرين، نوصل يخلص التمرين بنرجع البيت، لو في حاجة تانية هيعملها في البيت بيحضر شنطته وينام، هو ده يومنا يعني. هو حاليا احنا قربنا دخول بطولة يعني، ودي أول بطولة بقى معاهم هنا في الأهلي، بس عامة البطولة بيبقى لا في تركيز طبعا، وبيبقى لو مثلا هناخد إذن من النادي إن هو ما يروحش بقى المدرسة، وهي هي لا هي يعني ياكل كويس ينام كويس. بصي أنا عشان جربت وأنا ابني الكبير، أنا شايفة إن الرياضة دي أحلى حاجة، وخصوصا إن ولد في سن معين كده من 14 كده وانتي طالعة، لا لا بتغير في شخصيتهم تماما، في أي معاناة بننساها. لما بيفوزوا وبياخدوا مركز أو بيبقوا حاجة كويسة بتنسي أي حاجة تعبتي فيها، وانتي كل ده عايزة تشوفيه إن هو حاجة، فلما بتشوفي ده تبقى حاجة هو ده أنا كده مبسوطة خلاص، مش تعبانة يعني. لا هو حاليا طبعا هو في المقام الأول يعني، بنشوف هو نظامه ايه وتمارينه ايه وبعدين احنا بقى يعني ممكن الميزة ان احنا العيلة كلها هنا في النادي، فوالله علي عنده تمرين النهاردة فالعيلة بتتجمع كلها في النادي يعني، وهو في التمرين ويخرج يعني. انا ببقى معايا كتاب اقراه، ممكن بروح اصلي يعني، الوقت حلو يعني. امبارح مثلا رحت اتمشيت شويه في النادي يعني، لا في حاجات كتيره يعني بنعملها يعني. اتمنى له طبعا ان هو يبقى حاجه كويسه ويبقى لاعب جميل وملتزم وكل حاجه حلوه ليه وللولاد كلهم يعني. بنتي مايا احمد ثابت، انا بشتغل وطبعا في صعوبه يعني، مش هكذب عليكي في صعوبه جدا في التوفيق ما بين الشغل وما بين البيت وما بين الدراسه وما بين النادي، الحاجات دي كلها يعني قد ايه بيبقى لود على 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 الواحد ان هو يعمل الحاجات دي كلها. فبالنسبه لشغلك اللي بتقومي الصبح من الساعه يعني من الساعه 6 الصبح ومن الساعه 7 الصبح عشان تقومي تجهزي نفسك وتجهزي البنت اللي نازله المدرسه وعشان السندوتشات واللانش بوكس بتاعها وعشان تنزل وتاخدي بنتك الصغيره الثانيه عشان هتنزل معاكي في سكتك الحضانه وتروحي شغلك. شغلنا مثلا هيخلص على الساعه 2، بتبقي بتجري علشان تروحي تعملي غدا وتجهزي الاكل علشان بنتها هتبقى عندها بعد كده تمرين بالليل، لان طبعا مع الدراسه بتتغير مواعيد التمارين، فعلشان طبعا كل العيال الاولاد عقبال ما بيرجعوا من المدارس لازم ما مش هيبقى فيه الا بعد يعني على بالليل كده، فلازم تحضري الاكل ولازم يبقى فيه هنشوف الواجبات اللي ورانا وخدنا ايه وهنراجع ايه وهنخلص اللي ورانا النهارده قبل ما نروح التمرين، لان التمرين عقبال ما بنروح ونرجع بقينا يعني خلاص الساعه في تمارين بنروح منها الساعه 12 بالليل، الساعه 12 بالليل يا دوبك بنخش يا دوبك هنغير هدومنا وناخد الشاور بتاعنا وهننام، محضرين جدولنا خلاص وهننام عشان تاني يوم نعيد الكره من اول وجديد. فطبعا صعوبه على الولاد وصعوبه علينا. الاب طبعا احنا بنقسم الدور شويه يعني، انا شويه بقوم شويه بدور والاب معايا بدور، لان هو الاب هنا يعني الحمد لله الميزه اللي هي موجوده ان الاب مدرب هنا في نفس اللعبه اللي البنت بتلعبها. فبصراحه يعني شايل عني شويه الهم شويه، فودي البنت معاك هي بعدها يعني لو تمرينه قبلها او بعدها بياخدها، ولو راجعين مثلا بنشوف احنا كأمهات اللي يقدر ياخد مجموعه اولاد مع بعضهم ويرجعهم معاهم في الطريق او كده يعني. اللعبه مجهود جامد بدني على الولاد، طبعا فيها فرص الفوز يعني يعني عارفه التشجيع على البطوله والفوز وان احنا نكسب، دي حاجه حلوه جدا، دي اللي بنستميت فيها هنا، علشان كده النادي بصراحه بيجهد قوي يعني. لما بنمرن 6 أيام في الاسبوع، 6 أيام انا عايز اقول لك على حاجه، ما فيش الا يوم فيهم هو اللي هو اجازه، وما طبعا بيتحدد لك على حسب كل مدرب يعني، ممكن مدرب يعمله لنا حسب الجدول، مثلا النهارده الحد النهارده اجازه مثلا، الاسبوع اللي جاي هيبقى يوم تاني، الاسبوع اللي بعديه يوم تاني، ما هوش ثابت يوم الاجازه. فطبعا عارفه يعني انت بما عندك دلوقتي مرحله دراسيه عايزه تتفوقي فيها، احنا مش عايزين نقع في الدراسه والتعليم، فعايزين نشوف ايه اللي بناخده ونذاكره اول باول. التمرين لا احنا عايزه بنتي تبقى فرود، تبقى مش بس قاعده احتياطي ما بتنزلش الماتش ولا كده، واحنا كمان ابتدينا الدوري، فطبعا يعني دلوقتي بقى في كل اسبوع ماتشين في الاسبوع مع التمارين، وطبعا الماتشين اللي هتلعب في الاسبوع دول ما لازمهم تمارين، فما فيش يعني اليوم الاجازه
شويه كده بيبقى تاني يوم تاني يوم الماتش. احنا فعلا الضريبه اللي احنا بندفعها ان احنا محرومين من مصايف. احنا يعني السنه دي يعني قد ايه كان صعبان على مايا ان هي ما سافرتش السنه دي مصيف، لان احنا دخلنا ده في ده، يا دوبك خلصنا السيزون بتاع الاول اللي فات شهر 4 على طول رمضان، بعد في العيد احنا ابتدينا السيزون الجديد. فما فيش ان انت تلحقي تطلعي بقى مصيف وتغيري جو شويه، تغيري شويه ان انت بقى النفسيه بتاعت الولاد من سنه كامله، فتحرمنا السنه دي من مصيف. طبعا كمان بلس كمان ان احنا اتحرمنا من مصيف ان احنا كمان الزيارات مقصرين فيها، يعني الناس كلها لو في مناسبه بتجتمع الا احنا. ليه؟ الناس عارفه ان احنا معلش اصلي باباها كابتن وعنده اوقات، أي طبعا باباها عشان مدرب هو ناس اللعبه، بس طبعا مواعيده غير مواعيد البنت. فطبعا طول انت ما فيش عندك وقت توفقيه خالص لو البنت قبل كده او بعد كده، ما هو كمان مربوط بالتمرين بتاعه. فاتحرمنا من ان احنا نقوم بزياراتنا. طبعا عندنا اي عيد ميلاد اي زياره، ما معلش اصل احنا مش فاضيين عشان احنا عندنا التمرين. فطبعا ده طبعا يعني اثر علينا، ما انتش بتقومي بحياتك العاديه، فانت حاسه ان انت بتجري كله ورا بعضه، المدرسه النادي طبعا بلس شغلنا المرهق. انت بتصحي من الصبح في يومك بيبقى مجهد جدا، تيجي تعملي اكل عشان العيال طبعا يقدروا مثلا ياكلوا اكل مش هيبقى كله من بره، لازم تعملي اكل بالبيت علشان تبقي ضامنه ان الاكل يبقى صحي وفي البيت اكل البيت. فلا مجهود مجهود لينا وللولاد. الحمد لله. انا هقول لك على حاجه، انا البنت حابه اللعبه، والسنه دي كمان لان احنا دخلنا مرحله تانية غير مرحله الناشئين، فبقى الموضوع اختلف خالص. احنا كبار بقى، احنا دلوقتي يعني بقينا يعني شكلنا احلى في الملعب. لا احنا تيم واحد عايزين نكسب، ففي لود دلوقتي على المدرب ولود على الولاد ان احنا لازم نكسب. طبعا احنا بالنسبه لنا بعض اقول لها لا يا مايا ايه الاخبار، سؤال دايما عن هي اخبارها، مستواها عامل ايه في التمرين، ومستواها عامل ايه، انت في وسط الملعب عامله ايه، يعني بتسمعي كلام مدربك والدنيا معاكي ماشيه كويس. اه طب الحمد لله. وهي بنحفزها، لا اذا انت خلي عندك حافز، انا مش عايزاكي بس ان انت تبقي تسمعي كويس لكلام المدرب يا مايا، وتبقي كمان يعني مركزه قوي قوي في كل حاجه بيقول لك عليها المدرب، علشان لو انت عايزه يبقى ليكي مستقبل بعد كده تصعدي في ال 16 تصعدي في ال 18 علشان يتم تصعيدك انت، ده مش هيتم الا لما تكوني انت واحده يعني 100% في اللعبه. لان يعني احنا عندنا هنا في الاختبارات مش اي حد بيتاخد، لازم يكون مهارات، عنده مهارات فنيه في اللعبه كويسه عشان يتسجل في السيزون. ما هو مش اللعبه مش كده وخلاص. فطبعا عشان تبقى فنيا بقت كويسه في اللعبه بنقول لها اجتهدي، ركزي مع المدرب بتاعك كويس، بيبقى فيه مكافأة حلوة قوي، احنا بننبسط منها جدا لما بتأدي حلو قوي في الماتش، لما مبسوط منها ان هي مثلا أدت حلو والشوط بتاعها فازوا بيه. لا ده انت برافو عليك، انا حد، لا انت حد مؤثر في وبيعتمد عليكي في التمرين، مهم جدا. والحمد لله يعني دي بتخليك ان انت تكملي بقى، طالما انت شايفه المستوى بقى كويس والمستوى بقى، لا ده احنا بقينا حد مهم جدا ومسؤول ومسؤولية. اللاعب لما بيحس بالمسؤولية، لا احنا لازم نفوز، احنا لازم، احنا عندنا ماتش، عارفه بتحس ان هو عنده بطوله، لا ده احنا داخلين، احنا الدوري ابتدى، احنا مش عايزين نخسر. هم كمان كفرقه، لان اللعبه دي جماعيه، هم مع بعض، لا حته الفوز واحنا نادي الاهلي واحنا عايزين لازم نكسب، دي عندهم حافز جامد جدا فيهم، يعني متاصله جوه اللاعب، بيبقوا يعني كلنا، لا وان هم جوه بعض مع بعض اللعيبه بيشجعوا بعض. وما مثلا لو نقطه خسروا ومش عارف ايه، هم جوه بعضيهم البنات او اللي بيلعبوا بيشجعوا بعض، واحنا من بره كاولياء امور قاعدين بنشوف، يعني بنشجع ونبقى حاسين ان احنا اللي بنلعب، مش يعني عايزين ننزل احنا نلعب لو حاسين ان الفرقه اللي قصادنا اقوى. حاسين دي بتبقى بتوجعنا قوي، انت عارفه النادي الاهلي ما بيحبش يخسر، فبنبقى عايزين كاننا يعني عايزين احنا اللي، لا الماتش ده بتاعنا على ارضنا مش على ارضنا، الماتش بتاع الاهلي. اقول لهم يا بناتي يا حبايبي انتوا بتتعبوا معانا كتير،
وانا عارفه ان انتوا محرومين عن غيركم بره اللي ما بيلعبش رياضه زيكم. البنت بتجي لي 5 ايام 6 ايام في الاسبوع، عايزه اسافر، لا طب استني عندنا بطوله، بيتعبوا معانا. بقول لهم بس انت في الاخر هتبقي بطله، هتمثلي النادي الاهلي، هتبقي قدوه لاي حد، اي حد اتمنى يلبس التيشيرت اللي انت فيه. ولما توصلي لان انت توصلي منتخب مصر من النادي الاهلي، تعرفي ان احنا لما ضغطنا عليكي وانت صغيره بقيتي بطله كبيره، وان شاء الله هتبقى ابطال النادي الاهلي، هم دعامه المنتخب في كل حاجه باذن الله. احب اوجه كلمه لمامتي واقول لها شكرا جدا على تعبك معايا وعلى المجهود اللي انت قضيتيه معايا، وشكرا جدا وانا بحبك قوي يا ماما. قولي لنا رساله توجهيها لكل ام عشان تكون بطله زيك. والله انا بوجه لكل ام يعني اجري ورا بنتك وخليكي مؤمنه بيها جدا، واعرفي ان بنتك لو بطله هتوصل، بس خليكي مؤمنه بيها. هتتعبي كتير قوي وهتشوفي تعب غير عادي، بس نجاحها هو من نجاحك وفرحتها من فرحتك. واتمنى يا رب كل ام بس تؤمن ببنتها وتؤمن بالموهبه اللي عندها. شرفتينا وكنا سعداء بيكي جدا النهارده. يا حبيبتي وانا كمان سعيده جدا بلقائكم وميرسي لوجودكم. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهارده، واستنونا في حلقه جديده من برنامجنا البطوله امهات.